ففعلا بدأ العشرات، وصل العدد ربما إلى المئات، وسيزداد بحسب المتظاهرين تحديدا في ساحة الرصافي التي هي من خلفي طبعا لا تبعد سوى بعض الأمتار. نايف، هذه التجمعات كان قد دعا إليها ناشطون في حراك تشرين وبعض الفعاليات المدنية تحديدا في محافظة النجف ومحافظة بابل، إضافة إلى يعني بعض الناشطين في محافظات الجنوب وما موجود هنا طبعا في العاصمة بغداد. هذه التظاهرات تأتي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار. من المقرر بعد نصف ساعة أو ساعة من الآن تأتي هذه التظاهرة نايف إلى هذا المكان من خلفي تحديدا بناية البنك المركزي، وهي مكان الذي طبعا يحاول المتظاهرون الوصول إليه بعد اكتمال الأعداد. ما تزال هناك أعداد من المحافظات الجنوبية وبابل والنجف لم تصل حتى الساعة إلى مكان التظاهرة. الآن هو مجرد تجمع، على ما يبدو أن الساعات القادمة ستشهد هذه التظاهرة. سألتني عن ما هي المطالبات التي يرفعها صحيح. والشعارات التي يرفعها المتظاهرون. الجميع هنا يطالب بخفض سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، أي بمعنى ليس السعر الحالي وهو 147 دينار مقابل الدولار، مقابل المئة دولار. البعض يطالب بالعودة إلى 120 دولار وهو السعر السابق لسعر الصرف الدولار مقابل الدينار. طيب ممتاز، يعني نحن نريد فقط خلفية سريعة سامر عن ما حدث للدينار العراقي خلال الأشهر الماضية، يعني باختصار إذا سمحت حتى يكون المشاهد على علم بسبب هذه الاحتجاجات المطالبات كذلك أيضا من الشارع العراقي. سامر، طيب يبدو أن فقدنا صوت الزميل سامر الكوبيسي، سنحاول أن نعود إليه. سامر هل تسمعني؟ طيب يبدو فعلا أننا فقدنا الاتصال، لكن لن نفقد الصورة طبعا التي ينقلها لنا زميل سامر الكوبيسي والمصور أيضا من العاصمة العراقية بغداد، والتي تشهد الآن تظاهرات بالقرب من البنك المركزي في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. طبعا يعني كانت هناك أنباء عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة بحث ملف العملة العراقية وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي. الاحتجاجات كما ذكرنا هذا اليوم، أبرز الشعارات تطالب بخفض سعر العملة المحلية الدينار العراقي مقابل الدولار، والتي ارتفعت خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية.